صباح الفل والسعادة على كل مشاهدين الأعزاء، مشاهدين حدوتة وطن. النهاردة حلقتنا مختلفة لأننا النهاردة خلاص هننتهي عام 2020، وحبينا في آخر حلقتين نرصد معاكم أهم الأحداث اللي تمت في عام 2020. مرينا بلحظات من اليأس والفرحة، مرينا بلحظات من الحزن واليأس، حاجات كتير جدا مرت في حياتنا، مرارة وصعوبة وحاجات كتير جدا. ولكن احنا ان شاء الله في العام الجديد هنستعيد قوتنا ونبتدي حياتنا من جديد بكل امل وبكل طاقه ايجابيه. هنرصد اهم الانجازات النهارده، فحابه النهارده بس ابتدي معاكم بانجازات وزاره الري ومحافظه الشرقيه. ليه بقى وزاره الري ومحافظه الشرقيه؟ اول حاجه لانهم تم تاهيل الترع القديمه وتحويل الاراضي القديمه من الري الغمر للري الحديث، اللي كانت بتتم من خلال التنقيط والرش لتسهيل مرور المياه من خلال الترع. كمان حبينا نشكر هنا ونوجه كل التحية والتقدير للدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والمهندس طارق اللبان وكيل وزارة الموارد المائية بمحافظة الشرقية. وده طبعا من خلال المتابعة المستمرة اللي بتتم في الأعمال المطلوبة بالترع التي يتم تأهيلها. كمان في بعض الجهات التنفيذية برضو اللي بتشارك في الموضوع ده وليهم بصمة كبيرة جدا، زي المهندس ربيع النجار مدير هندسة الري الملاك، والمهندس محمد هلال مدير عام ري الصلاحية، والمهندس صلاح عبد المجيد مدير عام ري غرب الشرقية، والمهندس محمد سليمان مدير هندسة ري أبو كبير. النهاردة معانا مداخلة من المهندس لطفي توفيق المسؤول في الإدارة العامة في التوجيه المائي لهندسة الملاك بمنطقة الشباب. الو الو يا فندم، السلام عليكم يا فندم. صباح الخير يا استاذ لطفي. صباح الخير يا مدام. ان شاء الله النهارده يكون يومك جميل. النهارده بقى بنتكلم عن انجازات وزاره الري بمحافظه الشرقيه، فحبيت عايزه حضرتك تكلمنا على النقطه المهمه جدا، تحويل الاراضي من الري الغمر للري الحديث، الاراضي القديمه. والله يا فندم احنا كان محافظه الشرقيه لها حظ كبير جدا في التعديلات الموجوده حاليا دلوقتي، وكان حلم الاراضي القديمه دي تتحول، الترع دي تتحول من ترع عاديه لا تبطين وتمشي المياه فيها بسهوله جدا، توفير للمزارعين. وده كان حلم محافظه الشرقيه حقيقي، وانجاز كبير جدا من الوزاره، ونشكر الساده المهندسين بالفعل على الاعمال اللي بيقوموا بيها على الترع وتبطين الترع وتدبشها وتطكان الترع دي، كان جافه الدنيا بالنسبه للتطهير وعدم وصول المياه الى النهايه الترع، فكان سبب ازمه كبيره جدا لوصول المياه الى نهايه الفروع دي الترع دي. وحاجات الشكر والتقدير للدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المياه والري على الفكر الجديد والتطوير الجديد للحلم لكان محافظه الشرقيه بالذات تبطين الترع ديت، والاعمال تقوم في فتره وجيزه جدا تحت قياده الساده المهندسين وكل اداره، اذا كان اداره ري الصالحيه تحت قياده المهندس محمد هلال، او المهندس صلاح مدير عام ري غرب، او وكيل وزاره ري الشرقيه المهندس برج اللبان. تاهيل الترع دي كان بتتعب جدا، وصول المياه فوق المياه نهايه الترع يعني كان بصعوبه جدا. فكان النهارده لا، تبطين الترع بوفر كميه مياه، تسهيل مياه، بالنسبه للمزارع زرع بيخش الماء بيخش نظيف في الترع، عدم التلوث، يقدر يحول الارض من راي غمر الى راي حديث، توفر في كميه السماد الكيماوي، الزرع يكون مظبوط معاه، حاجات كتيره جدا كان حلم لمحافظه الشرقيه بالذات، وليها باع كبير جدا في المجهود اللي بيتم. ده بالنسبه لتاهيل الترع الموجود حاليا دلوقتي. بالنسبه للاداره العامه لوكاله الوزاره الشرعيه، وحاجات الاعمال المطلوبه حاليا دلوقتي المفروض تنعمل في كذا شهر. لا، عمل مستمر من الساعه 7 الصبح من الساده المهندسين، والشكر والتقدير للساده المهندسين ومدير عام ري الصالحيه ومدير عام ري غرب الشرقيه في الوزاره، العمل متواصلين في العمل ل 24 ساعه. وده غير عادي. ونتمنى من الله ربنا يوفقهم وتكمل المنظومه ديت على جميع المجال المائيه في محافظه الشرقيه. هي تكلفه بهذا كبيره جدا على الوزاره، ولكن النهايه الدوله بتبص على مصلحه
المزارع البسيط. جميل بص جدا. يعني الهدف الرئيسي ازاي نوفر ميه بسهوله ويسر للمزارع البسيط، ورجاء على المنتفعين يحافظوا شويه على ايه؟ عدم التلوث في المياه والقاء المخلفات. ترع اللي عملت لنا اجهاد كتير جدا كادارات. ازاي بقى حليتوا وانجزتوا موضوع الكمامه والتلوث اللي الموجود في الترع؟ والله يا فندم تلوث المياه في الترع دي احنا دلوقتي بدا في توعيه وفي عوارض مستخدمي المياه على مستوى الاداره الترع الصحيه. وفي توعيه جايه من الرابط على الترع ديت، ولكن المشكله الاكبر هي ترع الزبديه. وده السبب الرئيسي فيها لعدم وجود تهليك زباله من الوحده المحليه على ترعه المحجر بالذات. ان ترعه المحجر دي تعتبر ازمه، عامله ازمه كامله للاداره الصحيه. قريه الزديه هي تعادل مركز وبنت ابو حماد كعدد سكان وعدد ككتله سكنيه وخدمات. ولكن هنا يعني ليس مدينه ما بعتش عربات تشيل الزباله من على الترع، فعمل اجهاد كامل على الاداره العامه للرياضه الصحيه وبالذات على هندسه طريق ابو حماد بالنسبه لاطلاع المخلفات من جلب الترع. ودي مسافه 3 كيلو داخل القريه. فنتمنى من السيد مدير مدينه ابو حماد يوفر عربيات مستمره لقريه الزديه تشيل الزباله وعمل سنيك زباله على ترع ام حجر ومخاطه. الترعه الوحيده اللي عامله اجهاد كامل للاداره العامه للصحيه. عامله اجهاد بطريق غير عادي. ده اللي احنا بنحاول بقدر امكاننا متواجدين، الاداره العامه متواجده ب 24 ساعه على المدار المائي. وبرضه ما انساش الشكر والتقدير للمهندس محمد سليمان مدير الهندسه الكبيره على المجهود اللي بيعمله مع المهندس محمد هلال مدير عام رأس الصحيه. حقيقه في مجهود عالي جدا، والساده المهندسين بلا استثناء الساده المهندسين على مستوى الاداره كامله والاداره المركزيه كامله، حقيقه مجهود في الفتره دي غير عادي على مستوى الوزاره في جميع الاتجاهات. ف يعني مش اقدر اقول لك كميه الاعمال اللي معموله في الفتره ديت عامله ازاي بالنسبه على الترع، للترع اللي بيتم تبطينها او تأجيلها. انا بشكر حضرتك جدا. كان معانا المهندس لطفي توفيق من الاداره العامه بالتوجيه المائي في محافظه الشرقيه. بشكر حضرتك جدا. هنرجع تاني بقى للعام 2020. عام 2020 بقى كان مليء بالأزمات، خاصة بعد جائحة كورونا العالم كله مر بيها وما زلنا بنمر بيها، خاصة مصر. تراجعنا في السياحة وفي الاقتصاد حتى في حياتنا الشخصية، وظلت الحكومة المصرية يعني بتهتم بالإجراءات الاحترازية خاصة في المنشآت العامة اللي بي فيها تجمعات كبيرة. مؤخرا تلقت مصر لقاح من أحد الشركات الصينية لمضاد لفيروس كورونا كوفيد-19، ووعدت الحكومة المصرية بمجانا لكل المصريين. في ظل برضو الإجراءات الاحترازية قامت مصر بانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، واللي فاز في المرحلة دي الأغلبية العظمى مستقبل وطن، وخسر عدد من نواب المعارضة. عايزين كمان نفتكر ان في عدد من الكرة المصرية احتجت ضد قانون التصالح على المخالفات. كمان لو نفتكر كمان مفاوضات سد النهضة ما بين مصر واثيوبيا والسودان اللي ما زالت أكثر تعقيدا. كمان في منتصف العام تحرك الجيش المصري باتجاه الحدود الليبية لوقف التدخل التركي في الشأن الليبي واعتباره خط أحمر. كمان ما زلنا لسه بنعيش العمليات الإرهابية التي لم تتوقف بشكل نهائي في سيناء، فيما أعلن الجيش المصري عن قتل 40 شخص يشتبه أنهم تكفيريون خلال عملياتهم في سيناء على مدار الثلاث أشهر الأخيرة في عام 2020. ده كان عام الأزمات. طيب نروح بقى لعام الأحزان وعامل وداع في الوسط الفني. يعني يعتبر ده اكتر عام ودعنا كتير قامة ونجوم عملاقة من الفنانين الجمال اللي امتعونا بفنهم ورسموا الضحك على وشوشنا والحب في قلوبنا.
وفي الشاشه المصريه الجميله اللي هم عمرهم ما ينسوا، عمرنا ما ننساهم ابدا ابدا ابدا. مؤخرا كان الفنان القدير محمود ياسين اللي رحل عن الشاشه، برغم ان هو كان يعني اعتزل لفتره طويله في اعماله الفنيه، ولكن كانت ما زالت اعماله محفوره. فتح الشاشه الاول السينما والتلفزيون والاذاعه المصريه، كان لا يعوض القائه وصوته واخلاقه وادائه، يعني الكل اجمع على الفنان محمود ياسين. كمان ودعنا في عام 2020 الجميله شويكار اللي كانت ثنائي جميل جدا في افلام كتيره وعديده مع الراحل فؤاد المهندس، وكانت توفت بعد صراع طويل جدا مع المرض. كمان ودعنا الدلوعه مجد الصباحي اللي كان من احلى اعمالها الفنيه في الافلام، الانسه حنفي، عمرنا ما ننسى الانسه حنفي الكوميديا مع الراحل اسماعيل ياسين وفيلم المراهقات وفيلم بنات اليوم. وودعنا كمان القدير حسن حسني الكوميديا الشاشه السينما والتلفزيون، كان متعود كل عام يعمل لنا عمل جميل في رمضان. كانت اخر اعماله في رمضان مسلسل سلطنه المعز مع الفنانة الجميلة غادة عبد الرازق. كان الحقيقي كان يعني أفلام كتير جدا كان لازم يشارك فيها ويضحكنا، وكانت معاه ثنائي برضو رحلت الليدي الجميلة رجاء الجداوي اللي قعدت 43 يوم في العزل الصحي بعد إصابتها في فيروس كورونا، وبرضو كانت معودانا كل سنة لازم تشارك، وافتقدناها في المهرجانات السنة دي، كانت لازم تظهر بإطلالتها الجميلة وفساتينها وجمالها برغم كبر سنها، إلا كانت محتفظة على شكلها وشكل راقي ومحترم. ودعنا نجوم كتير جدا جدا جدا، ومش عايزين ننسى طبعا إبراهيم نصر ملك الكوميديا اللي كنا وإحنا صغيرين متعودين عليه، الكاميرا الخفية وزكية زكريا، فنان جميل ورحل عننا في عام 2020. رحل عننا برضو محمود رضا فنان الاستعراضي اللي تربينا على الاستعراضات الجميلة بشكل محترم، الفن الشعبي فرقة رضا الشعبية لغاية دلوقتي الفرقة موجودة ونستمتع ببيت الفرقة اللي تعلموا على يد الراحل محمود رضا. ورحل طبعا منتصر بالله وسناء شافع ونادية لطفي، مش عايزين ننسى طبعا الجميلة نادية لطفي. فعلا كان عام الحزن والوداع في الوسط الفني. خليني بقى اروح معاكم لمبادره جميله جدا جدا جدا، مشروع اللجنه الشعبيه لتوحيد الامه العربيه. هذه المبادره لتوحيد الشعوب العربيه لاحياء الاغنيه العربيه والفن الاصيل، مش بس كده كافه المواهب المختلفه. القائم على المبادرة أو اللي تم اختياره في المبادرة الفنان علي شبانة. ليه الفنان علي شبانة؟ لقرب صوته من الفنان عبد الحليم حافظ، وكمان لقرب الصلة ما بينهم لأنهم ولاد عم. كمان الفنان علي شبانة عضو نقابة موسيقيين وفنان معتمد من الإذاعة والتلفزيون، وكان آخر اكتشافات الراحل بليغ حمدي. ليه عدد من الأغاني الوطنية والرومانسية والإنشاد الديني. المبادرة دي بتهدف إلى اختيار الكلمات والألحان والصوت للارتقاء من الذوق العام. طبعا بعد تفشي ظاهرة السرطانية من المهرجانات اللي لها قطاع عريض جدا جدا من الجمهور، ومع ذلك عجز الفنان هاني شاكر في يعني مواجهة هذه الظاهرة، ومع ذلك برضو بينفر الكثير من المثقفين ومن اصحاب الذوق العام من المستمعين من هذا اللون من المهرجانات. عشان كده المبادره دي كانت حل بديل، يعني ان وجد ان يعني يقدروا يعملوا حاجه كويسه ويجمعوا فيها الشعوب العربيه. وكمان طالبوا، واحنا كمان بنطالب الموسيقيين والاعلام ووزاره التربيه والتعليم، ان يكون في دايما اختيار المواهب الشابه، تشجيع المواهب واختيار الافضل منهم. ليه بقى؟ لمحاربة الفن الهابط والتخلص من الإسفاف والانحدار الفني. خلينا أقول لكم مين اللي شارك في المبادرة. الكاتب والمؤلف السعودي الدكتور نائف ابن عبد الله الشهير بأمير الشوق،
كان صديق شخصي لنزار قباني، حصل على عدد من الجوائز في قصائد الفصحى. كمان بيشارك في المبادرة الفنان المغربي سامي راي الشهير بملك الراي المغربي، والمطرب الشاب محمد علي شبانة، ومصمم الأزياء الأردني علي صرصور الشهير بعاشق العندليب، والفنان أسير البغدادي عضو نقابة الموسيقيين بالعراق الشقيقة، وكمان الشاب أحمد جمال القائم بعمل المونتاج. وعايزين بقى نقدم كل الشكر والتحية للجميلة المستشار الإعلامي الكاتبة الصحفية سهى البغدادي الخبيرة في الشأن العربي، اللي هي بتعمل مجهود جبار جدا جدا في المبادرة، وبتجمع فنانين كتير جدا في المجتمع العربي للانضمام لهذه المبادرة. الحقيقة أنا قبل ما أطلع فاصل أنا عايزة نروح معايا كليب صغير كده للفنان علي شبانة وهو بيغني لعبد الحليم، يلا نشوف. صوته جميل جدا الفنان الجميل علي شبانة، مقدم له كل التحية والتقدير. الحقيقة هو بيعتذر، كان المفروض يبقى موجود معانا النهاردة، بس إن شاء الله يكون معانا في حلقات قادمة لانشغاله. عايزه اقول لكم بقى في نهايه حلقتنا، احنا داخلين على سنه جديده، مش عايزاكم تتصدموا ولا اي حاجه. هنتكلم ان شاء الله في حلقات جايه عن الصدمه، لان الصدمه دي هي لو عرفت تتجاوزها وتتقبلها هتعيش حلو، هتعيش كويس. اوعى تتبلد المشاعر من خلال صدمه قابلتك في حياتك، صدمه بفلوس، ازمه يعني ماديه، او فراق حبيب، فراق اب ام، فراق حد قريب منك جدا. الحاله اللي بتوصل لها بمراحل، يعني اقول لكم بدايه من مرحله الانكار، ايه ده مش معقول اللي بيحصل ده، ومرحله التوهان، ومرحله التنفيس العاطفي. المرحله دي انا عايزاكم تستغلوها جدا، التنفيس العاطفي، تحاول على قد ما تقدر تعيط. اوعى يقول لك ان الانسان اللي مش بيصبر هو اللي يعني بيبكي بيبكي بيبكي. فخلينا ايه يعني نبتدي السنه الجديده بابتسامه حلوه، وبتجاوز اي صدمات في حياتنا، وتجاوز اي ازمات في حياتنا. بشكركم واشوفكم الاسبوع القادم في حدوده الوطن.